عودي معكم لا متابعة وختامة طبعا رح بيكون هيك مع الضحكة والابتسامة، مع انه اليوم ضحكتنا هيك وابتسامتنا خجولة مع الحادث اللي صار مع الفنان الصديق الشاب جورج الراسي، يعني الله يرحمه وان شاء الله ما بنذكر الا بالخير دايما، وان شاء الله اعماله بتبقى وحفلاته وروحه الحلوه والضحكه اللي كان يزرعها بكل قعداته وبكل حفلاته بعد ما لقى نجاح كتير كبير مثل ما ذكرنا باخر حفله لقاله صارت امبارح بالليل بسوريا، وغادر وجه الصبح سوريا ونازل على لبنان مع انه نصحوه ما يسوق يعني بعد ما يخلصوا تعب وكذا، يعني للاسف صار الحادث على طريق المصنع بحفي على الطريق. فنان شادي مارون، فنان كمان الله يخلي لنا اياه وطول بعمره، زرع الضحكه والابتسامه دائما بكل عاداته وبكل العروض يلي قدمها بعده حفلات، وحاليا رح نحكي عن اغنيه عن الانتخابات الرئاسيه، نحكي عن تفاصيلها ونشوفها سوا. شادي صباح الخير. صباح النور جوزيف، صباح النور لكل المشاهدين. انا بدوري كمان بدي اعزي نادين وساندرين الله يرحمه، جورج كان صديق ومحب، وبعتقد الفنان ما بيموت، الفنان خالد بأعماله الله يرحمه. الله يرحمه. يعني شادي أكيد مش رح أسألك ليش هالتوقيت، التوقيت معروف قربت نهاية العهد الحالي، توقيت مناسب توقيت مناسب والأغنية كنت السباق ولا شو، ولا خطوة جريئة ولا مش جريئة؟ خطوة جريئة. نعم. جريئة تعتبر جريئة، فيها نقد، فيها نقد أكيد، بالكلام بشو بالكلام أكيد بالكلام طبعا. نعم. فيها نقد لمين؟ هلأ بتقول هي لا أحلامي مش وردية، هي بسموها كوابيس. نعم. شو ضل من الجمهورية تنتقاتل على الرئيس؟ صحيح. يعني الكلام معبر جدا عن الواقع، وعطول الفنان هيك يبحث يقدم شيء جديد للناس، وأنا كان عبالي أقدم شيء جديد، كنت عم بحكي مع الشاعر صديقي. نعم. اللي تحت اسم ابن الشعب، تحفظ هو يعني. ابن الشعب ما فينا نعرف مين كتبه يعني؟ هو حب يكون تحت هالعنوان. نعم. فقال لي ليه ما بنحكي عن موضوع الانتخابات الرئيسية، موضوع حساس ومصيري هلأ بالنسبة للجمهورية. قلت له يلا. نعم. كتب. أوكي. كتب حبيت وأنا مشيت بالمشروع. يعني منيح، بس انه نحن اللي بده يقول كلمته يقول على راس السطح، ما تفرق معه يعني يقول. صحيح صحيح. وشادي الباشا قدم لحن حلو. نعم. عمل لحن وتوزيع حلو كتير. نعم. سجلنا عند استوديو طوني حداد وبتشكر جورج، وتصور لك كليب مثل عم تقول لي مهضوم بتواضع، بنشوفه بنرجع بنحكي عنه. يلا يلا. سموها كوابيس، شو ضل من الجمهوري كانت قاتل على الرئيس. لا أحلامي مش وردي، هاي بيسموها كوابيس، شو ضل من الجمهوري كانت قاتل على الرئيس. فيكن يا كبار تشرشحنا، راح الوطن ومثلو رحنا، بدكن تنقدسكن نحنا، وما حدا منكن قديس. يا حكام الزمن القاسي، شو عملتوا فينا مش ناسي، انتوا ألهوا الكراسي، سلمتوا الوطن لبليس. لا أحلامي مش وردي، هاي بيسموها كوابيس، شو ضل من الجمهوري كانت قاتل على الرئيس. بدنا قائد ما بيشاور عالسيادة ولا بيحاور، ما يمشينا بالمحاور ولا يودينا عم تاريخ. بدنا قائد ما بيشاور عالسيادة ولا بيحاور، ما يمشينا بالمحاور لا يودينا عم تاريخ. قائد
قائد مسموعة دعساته، كل بيعرف تضحياته، عقياس الوطن وأزماته. بطل عنا وقت نقيش، قائد بابه ما بيتسكر ما بيتسكر، قائد بالمنصب ما بيسكر ما بيسكر، يحكي الكلمة كلمة عسكر، ما بيغير بالحديث. لا أحلامي مش وردية، هاي بيسموها كوابيس. شو ضل من الجمهورية؟ شو ضل من الجمهورية؟ تاني تقاتل عالرئيس. ايه والله، ايه والله، شو ضل من الجمهورية؟ تقاتل عالرئيس اصلا، ومع صلاحيات الرئيس يعني ما بعرف قديش كمان، من هون ومن هون ومن هون، احنا ما بنعرف مين اكلنا بعد يعني. للأسف الشعب اللبناني هو رايح بالمغليطة. شو اللي بيوصل هيك كليب؟ لوين بيوصل؟ شو بيحرك بالرأي العام؟ شو بيأثر؟ عم بيأثر وقتها ينحكى بموضوع آني من فنان كوميدي. هلا مجرد الانتقاد هو رسالة نحو التصحيح. نعم. وهيدا دورنا اللي بنعمله. نعم. عادة. نعم. نحط الأصبع على الجرح، نضوي على الشواز. نعم. شاديك أول عمل منفرد لألك بهالطريقة هيدي، يعني مغنى هيك شيء ولا نعمل شيء مشابه قبل؟ هلا بالمسرح اللي كنا نعمله نحن الشخصونية كنا نضطر نغني يعني. نعم. وقت بس منا هون كليب منا مطربين يعني. ايه بعرف انك منا مغنيين، بس اوقات الغنية بتوصل يعني كل الخبرية يعني. نعم. عند دقيقتين ونص فيك بتخبر كل شيء فيك تعمله بساعتين. نعم. ثلاثة ضمن. بلشت تنزل على الإذاعات، بلشت على السوشيال ميديا، بلشت على الإذاعات. شو ردت الفعل بس يسمعوها الناس على السوشيال ميديا؟ عم بحبوها، عم بحبوها الناس. نعم. اوكي شادي، يعني بدنا نحكي عن مشاريعك. بدي تشكر جورج عبدو المخرج. جورج، ايه جورج اللي عمل هالفيديو كليب بامكانيات. نعم. متواضعه جدا يعني. احنا بنشكر كل فريق العمل اللي اشتغل عليه، بين الكاتب اللي هو ابن الشعب. صح. وبين التوزيع واللحن. صح صح. ما كان في معنى انتاج، انتاجي انا. نعم. وساعدتني المدام. اه منيح. خلينا المدام يعني. متشكرها كمان. نعم. وكل اللي اشتغلوا فيه. مبروك مبروك، وان شاء يعني ان شاء الله بتوصل لاكبر نطاق. رح نحكي عن جولاتك، عندك جولات كتير وحفلاتك، بس انا يعني هيك يقتضي الحديث شادي اللي على طول كنا نشوفه مع رفيق الدرب ورفيق العمل ورفيق العمر، الفنان جابي حويك اللي بوجه له تحيه كتير كبيره وبقول له الحمد لله على سلامته وعلى كل النواحي، ان شاء الله يكون صار احسن وقريبا رح يكون موجود معنا ان شاء الله. بس شو صار السوشيال ميديا؟ حكيت العالم، حكيت انه صار في مشكل كتير كبير، شيء العالم حطوا الحق عليك الاكبر انه انتم انفصلتوا عن بعض، صرتوا كل واحد ماشي بطريق مع انه انتم معروفين شخصين مع بعضكم. اول شيء بدي اتمنى له الشفاء والله يقدم له الصحه لجابي، ما بيستاهل الا كل الخير. نعم. حقيقة هو الشغل وقف قبل الوضع الصحي تبع جابي، هذا اللي بدي أنا وضحه للرأي العام. نعم. أنا ما تركت جابي من بعد الأزمة الصحية تبعه، الشغل وقف يعني، هالشراكة اللي عملها أنا وياه. نعم. وقفت قبل وضعه الصحي لظروف، عدة ظروف، منها الثورة، منها الكورونا، كنا عم نحاول بهالوقت نرجع نقلع الشغل، الشغل ما كان عم بيقلع. نعم. عملنا عدة محاولات بالتلفزيون، منا محاولات كمان على وسائل التواصل الاجتماعي، جربنا نقلع الشغل ما كان عم بيقلع، اجا وضعه الصحي لجابي وزاد. نعم. الطين بلة، وهون عرض علي ماريو بيسيل شارك معه بعمل مسرحي. نعم. بالنهاية انا عندي عائلة بدي اعيشها يعني. نعم. فشاركت مع ماريو. فهالنقطة اللي بدي اوضحها، انا ما تركت جابي. طيب ليش بدنا نسميها تركته اذا انت شاركت بعمل مع ماريو؟ يعني ما في مجال ترجعوا تعملوا عمل سواء انت وجابي مثلا؟ بلا، ليش لا، بلا، فينا. نعم. وشاركنا سواء بسمايل، كنت انت حضرتك موجود. نعم. نعم. سمايل فور بيتر لبنان. نعم. على مع دكتور فخور. نعم. صوب عيد الميلاد. نعم. يعني ليش لا، ليش لا، ما بيمنع بالمستقبل انه نرجع نشارك. طيب ليش اللي انحكى انه في زعل؟ انه في زعل هلا؟ في تواصل انت في وجابي؟ في تواصل، ايه في تواصل دائما مع جابي، في تواصل هلا.
هو طلع مع الإعلامي تمام بلاق و... نعم. وحكى نعم وفش خلقه. قال لي يعني قبل ما تطلع الحلقة قال لي طلعت وفشيت خلقي و... أوكي. معذور جابي شو مش مشكل الأيام لقدام وإن شاء الله بنرجع نتعاون بالمستقبل. مش غلط. ممكن يصير في شراكة مع حدا تاني يعني ما تكون دايما موجود مع ماريو دايما تكون موجود مع... ليش لا هذا نعم. مثلا عمل وحدة نعم العمل اللي عم تحكي عنه هو اللي هلأ عم ينعرض هلأ اللي عم شارك فيه مع ماريو هو درامي دي نايت في معنا تاتيانا مرعي بمعنى نعم. جوي عطا نعم هلأ في عنا حفلات بالمناطق اللبنانية نعم. عنا الليلة بالمنطقة عندكم فوق بي بعليه نعم. جولدن ليلي اوتيل بالعبدية سهرة حلوة أوكي. عنا جمعة الجي بالفيليج دبي عنا زحلة الرحاب عنا سفرة على مارسي على فرنسا نعم. بمطعم البلدي وجه تحية لإدارة المطعم سيو دانيال مع المطرب رضا عنا جولة على كندا بأكتوبر سلطنة عمان 6 أكتوبر يعني هيك حفلات قديش وقت العرض؟ العرض تقريبا ساعتين نعم ساعتين سكتشات ستاند اب كوميدي أغاني يعني سهرة مليئة بالفرح والضحك. وليش ماريو اختار شادي مارون بالتحديد يعني؟ هلأ أنا شاغل مع شاغل أنا وماريو قبل عدة أعمال سابقا اشتغلنا مع مارك إداح بالزمانات و رجعت شاركت معه بكوميدي نايت سيزن 1 2 3 ورجعنا افترقنا رجعنا اشتغلنا رجعنا افترقنا انه بيعرف لي راسي وبيحب يشتغل معي نعم اوكي في جولات قلت لي بلبنان وفي جولات خارج لبنان مع هذه حفلات مع دراما دي نايت يعني صحيح شو اسمه بعدك عم بتتابع السياسيين بتابع اوقات بتعب نعم. بس لانه شغلنا ووضع البلد يعني بده واحد يتابع تابع من فترة للتاني بطل تابع بعد تقليدهم بيضحك الناس؟ والله ما بعرف إذا تقليدهم بيضحك الناس انتقادهم يعني هالقصص هيدي يمكن يعني صار قديش الناس بعد قدرة تستوعب هيدا الشيء من ليك اللبناني بطبعه بحب يضحك وبحب بعتقد بينبسطوا إذا عم ترجع بس حسب بأي إطار حطتهم بأي قالب نعم. إذا عم تقلدهم يمكن هن زيتهم يمكن يعني هلأ أنت عامل أغنية على رئيس جمهورية ومنعرف نحن أغلب يعني في كتير مرشحين من الموارنة هلأ لرئيس كل يوم عم بيطلع حدا أنه أنا مرشح رئيس الجمهورية إذا ترشحت أقولك بوصل أنا ولا ليش أنت مش مروري أنت قربتوا لسيدنا البطرك لحويك مؤسس لبنان شو فيها ايوه قريب بيمشي فيك يلا قول الله انا بيمشي بالكل ما حداش برب يصير بس خلينا نشوف قصه ترسيب الحدود هلا ابو الزوز وبعدين لكل حادث هلا ملتهيين بترسيب الحدود بده يرجع يجي هذا فرانكشتاين المبعوث الامريكي شو اسمه فرانكشتاين شو اسمه فرانكشتاين هوكشتاين ايه هلا بيختلفين اذا بنرسب على خط هوف ولا خط 23 او خط 29 ادي برايي اذا بقيت الامور هيك رايحين على الخط ال 69 ما مشكلتك انه مش عم بفل ولا نقلد حدا تاني طيب انت بتقلد ما بتقلد غيرهم كذا بس نعم عشان يجي وجوه جديده اكثر حدا ممكن تقلده هو دوله الرئيس بري هلا هو شخصيه هيك في شخصيه حاميه فيها جدليه نعم شخصيه يعني بتساعدك على المسرح تعيط على الناس ايوه اوكي موجود بكل اعمالك تقليد دولة الرئيس بري مسرحياتك لك بما انه هو هلا على الساحه وموجود وفاعل بالسياسيه مش معقول تغيبه يعني لما يكون عندك عمل مين ممكن غيره تقلد من السياسيين وهالقد تصيبه عم نقلد بهالمسرحيه سفير الروسي السابق زاسبكين عم نقلد جبران باسيل عم نقلد دكتور جعجع والكفوري كاظم الساهر كتار ايوه اوكي فينا نسمع هذه القميص لوالكفوري بس نقصنا الشورت بالبنت القويه
كل شيء موجود. الشورت والصوت. 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 عم بعمل لبسين. كملنا كتير لنوصل للصوت وقال كوري. شهر وتحية. طبعا طبعا. فينا لنا هيك نفوت بجدال تاني أنا وياك على صوت الرئاسة. مع حرمة. بدك إيه بس ياريت فينا نشوف مشاهد من المسرحية. إيه؟ بما أنه كنا عم نحكي عن المسرحية. إيه إيه إيه. يلا. فينا نشوف مشاهد. جيد. ولا لكن حضروا. Hello everybody. بس سألت بدي خير كلكم فكرتوا بشي غير. We do what we have to do. Hello show. هو كان مفروض يولد لبنان جديد بس لا يولد لبنان الجديد لازم نحبل. لا نحبل لازم يعملوا لنا اللعبة. فنحن هلا بهيدي المرحلة. مين من جنابكم عامل بي سي آر قبل ما يشرف على صالة السفرة؟ يعني مبين انه هالعمل عمل خفيف بشيل الهم عن القلب. طبعا يعني كلكم بتشيلوا الهم عن القلب. تحية لماريو, تحية لتاتيانا والشاب اللي جوي عطا. تحية لجوي ولألك شادي كمان وكل شيء عم تعملوه. في جولات بلبنان وجولات حول العالم يعني كمان موفقين. دايما اللبناني رافع اسم لبنان بالعالي. بتحب تقول شيء بختام حديثنا؟ بدي اتشكرك جوزيف, اتشكر تلفزيون الجديد الداعم الدايم للمسرح اللبناني, والله يقطع هالأزمة على خير إن شاء الله. ونرجع إن شاء الله, نرجع أيامنا إن شاء الله نشوف لبنان الحلو. مبروك الغنية كمان. شكرا. مبروك الغنية وإن شاء الله بتلاقي رواج كتير كتير لأنه الفكرة حلوة كتير.